بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم رمضان القيم هذا البرنامج الذي يطول عليكم بإذن الله تعالى من قناة إثراء الفضائية والذي نهتم فيه بكل ما يهم الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام بداية باسمكم مشاهدين الكرام اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي في, في هذه الأمسية الطيبة الشيخ فالح ارتبان ابو عبد الله الامام الخطيب بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه حياك الله. الله يحييك جزاك الله خير سعداء جدا بتواجدك اليوم معنا. جزاك الله خير وانا سعيد. اليوم موضوع حلقتنا راح يكون مهم جدا يعني في هذه الشهر الكريم وهي صلاه التراويح ابو عبد الله فلذلك اترك لك المقدمه بدايه. جزاكم الله خير. ويا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه السلام. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد جزاكم الله خير استاذ بدر والاخوه العاملين في هذه القناه وهذا البرنامج الكريم لا شك ان صلاه التراويح هي لب وهي جوهر وهي يعني نبراس في هذا الشهر نعم والناس يعني دائما يتطلعون في هذا الشهر لصيام رمضان وكذلك لصلاة التراويح ولذلك صلاة التراويح حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها الشرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني الذنوب التي مضت يغفر الله لك بهذه الصلاة صلاة التراويح لكن كما قال أهل العلم بشرط أن تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى إيماناً بأن الله عز وجل قد فرضها واحتساباً لأجرها أنها ذات أجر عظيم نعم فالإنسان إذا احتسب الأجر من الله عز وجل وآمناً بأن الله هو الذي افترضها فإنه يتحقق له هذه المنزلة ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر الكريم المبارك على القيام وصالح الأعمال جميل بداية خلينا يعني نتكلم عن الاخلاص في في صلاة يعني التراويح مهم جدا ان نبدا نعم. به يعني استخلاص النيه اكيد لا شك كل عمل كل عمل لابد له من اخلاص ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى اي عمل صالح صلاة صيام زكاة حج الا بالاخلاص ولذلك يقول اهل العلم هناك شرطين لقبول العمل اذا ما تحققت او ما تحقق هذان الشرطان لم يقبل العمل الشرط الاول تفضل فيه هو الاخلاص الاخلاص والشرط الثاني المتابعه يعني ممكن في احد يصليها من غير اخلاص اكيد فيه ناس في ناس من اجل ان يعني يشوفوني انا قاعد اصلي مثلا ممكن او مثلا خوفا من مثلا ابوه خوفا من الجيران مثلا ان ينادون بان انسان ما يصلي او مثلا بيتزوج فيروح المسجد يصلي عشان الناس يتسالوا عنه انه مصلي ومن هالامور أمور كثيره نعم تفضل ولذلك الشرط الثاني المتابعه بعد الاخلاص المتابعه يقصد بالمتابعه يعني تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم نصلي مثله فما نفعل شيء يخالف هدي النبي حتى تقبل اخلاص ومتابعه متابعة. نعم. ولذلك يعني الاخلاص هو 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 اساس العمل ولذلك يقول السلف رحمه الله تعالى قل للذي لا يخلص لا تتعب لا تتعب يعني أنت الحين ممكن تصوم وتحج تزكي وتصلي بس ما في إخلاص لله عشان والله فلان ولا عشان الناس يمدحوني ولا عشان بس وظيفة بتعين بيشوفني المدير أني أنا إنسان محافظ على الصلاة فنقول لا تتعب هذه الصلاة ترى غير مقبولة لأنك ما أخلصت لله سبحانه وتعالى لذلك لابد من الإخلاص لله عز وجل يعني هذا هو المقصود شنو الإخلاص؟ يعني أنك تفعلها تفعلها وتعملها لأجل الله عز وجل لا لأجل أحد يجاهد آخر نفسه أبو عبد الله يعني طبعاً في هذا الأمر طبعا إذا كانوا لأمة السابقين يعني من التابعين وتابع التابعين يقول أحدهم أظن سفيان بن عيينة أو الثوري يقول جاهدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت الله أكبر جاهدت نفسي أربعين سنة يعني مو يوم ولا يومين فأنت الشيطان يأتيك ويصرفها لحب الظهور لحب السمعة لفلان ثم أنت لا تجاري ولا تمشي إلى ما أراد وإنما تخالفه وتريد وجه الله عز وجل يعني هذه كلنا نخطب عبد الله يعني كيف كيف هي الطريقه ان اجاهد نفسي يعني طبعا يعني اهل العلم ذكروا ان مجالسه اهل الصالحين أكيد اكيد وتغليدهم ومتابعتهم هذا من الاسباب لكن من الاسباب الرئيسيه انك تحسن في العمل الى الله عز وجل وهي المرتبه العظيمه بعد مرتبه الاسلام والايمان هناك مرتبه الاحسان والنبي صلى الله فسرها قال ان تعبد الله كانك تراه, تراه نعم. فان لم تكن تراه انت فانه يراك فاذا استشعرت في اخلاصك وعملك ان الله عز وجل مطلع عليك مثل الان الذي يشتغل في وظيفه او في عمل لو نضرب مثال نجار وفوقه مديره وهو الان قاعد ينجر هذه الطاوله والمدير فوق راسه وهو ينظر الى المدير سينجرها نجاره يعني باحتراف لو هو ما يشوفها لكن صاحب العمل حاط كاميرات ويقول لهم ترى ها اللي يشتغل ترى انا مشغل الكاميرات واشوفكم ايضا راح يشتغل شغل بدقه لان يدري ان صاحب العمل ينظر اليه صحيح. وهكذا الاخلاص اعبد الله عز وجل كان الله يراك ايضا خلينا ننتقل لنقطه اخرى وهي الاجتهاد ابو عبد الله في شهر رمضان المبارك اكيد وفي ليالي رمضان لا شك اجتهاد يعني هو بعض اهل العلم يسمونه شهر الصبر شهر الصبر صحيح يعني نعم نحن نفرح به ونسعد لانه ذو اجور عظيمه ومنزله كبيره والصيام الله عز وجل اختصه لنفسه يعني قال يعني في الحديث ان الصيام لي وانا اجزي به ولذلك قال اهل العلم كل الاعمال كل الاعمال اذا انت قد يعني سببت انسان او جرحت انسان او وقعت في انسان يوم القيامه ياخذ هذا الانسان من اعمالك من صلاتك من حجك من عمرتك اذا ما اقتص في الدنيا منك او ما سامحك قالوا الا عملك الصوم ما ياخذ منه الصوم يبقى لك يلا. باقي الاعمال ياخذها ياخذ منها اذا ما تاب هذا الانسان او ما عفى عنه مه. قالوا لان الله ايش قال في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي به حاجة. قالوا يعني ما دام له سبحانه وتعالى اذا ما حد يشاركه ولذلك يجاهد الانسان نفسه في هذا الشهر والصيام يجاهد نفسه في الصلاة يجاهد نفسه في قراءة القرآن يجاهد نفسه في حفظ جوارحه أثناء صيامه عن المحرمات النظر إلى المحرمات إلى سماع الغناء إلى السب إلى الشتيمة إلى مثل هذه الأمور فلذلك الانسان في شهر رمضان مدرسة يجتهد فيها حتى يصقل نفسه ويهذبها ثم يخرج من هذا الشهر وقد يعني نجح وكل انسان يعني ينظر الى شهادته في نهايه هذا الشهر واللي وصل 90 اللي وصل 80 اللي وصل 50 حسب صحيح. التغير صحيح الاجتهاد ايضا على حسب كل شخص وعبد الله فلذلك مثل ما ذكرت ان هذا الشهر الكريم يجب ان تضع لك جدول تنظم امور حياتك كلها سواء العائليه او امور كثيره اذا كان هناك شخص متضايق منك او زعلان منك او حصل بينكم خصومه ممكن تستغل هذا الشهر ايضا تحسن علاقتك باسرتك باولادك بزوجتك واهم شيء انا دائما اذكرها اقول بوالديك اكيد في هذا الشهر يعني الاب والام اكثر يعني اثنان يجب ان تهتم فيهم في هذا الشهر تحاول قدر المستطاع تشوف حاجاتهم اشياء نواقصهم ناقص عليهم مثل من الاكل او الشرب. نعم. والله شوف الله خير استاذ بدر هو عموما كل الانسان الله عز وجل رب رمضان ورب غير رمضان صحيح فالانسان دائما يكون صالح ومصلح في جميع الشهور، اي نعم صحيح رمضان له طابع خاص له روحانيه خاصه كذلك الشياطين تسلسل خاصه الكبار منهم المرده ولذلك يجد الانسان عون على الطاعه. صحيح. يجد الانسان الناس كلهم يصلون، انت انظر الى المسجد في رمضان يختلف عن المسجد في في غير رمضان، انظر الى صلاه الفجر في رمضان كانها صلاه جمعه من زحام الناس في المسجد، صحيح. صلاه المغرب كذلك وصلاه التراويح بعكس رمضان ما يبدا يوم العيد الا تجد الناس خفوا في المسجد، لماذا؟ عادت الشياطين، عاد الوساوس، قلت الطاعه، قلت الهمه، قل الاجتهاد، فيجعل الانسان هذا الشهر وغيره يعني مثل ما تفضلت باب يدخل منه الى الاعمال الصالحه، صله الرحم، الصدقه، الصلاه وكل انواع العبادات التي حث عليها الشرع. جزاك الله خير فضيله الشيخ فالح، ايضا في صلاه التراويح مهم جدا يعني ان ان يخشع الانسان في وقت الصلاه. فحدثنا عن الخشوع في الصلاه. والله عموما طبعا هم يقول اهل العلم لب الصلاه الخشوع الخشوع نعم لبها يعني الاساس الداخلي يقال النواه هو روح الصلاه نعم نعم يعني اذا ما خشع فيها ما تاثر منها خرج منها وكانه ما صلى لانه ما تاثر بالايات ما خشعت جوارحه ما ازدادت درجاته وحسناته وايمانه بعد الصلاه ولذلك لابد من الخشوع طبعا الخشوع هو مو يطلب يعني بال... على قولتهم بالهاتف وياتي وانما لابد من الامور هي مقدمات لهذا الامر طيب. والله تاتي من مسجد مبكر ما تاتي متاخر تستعد لهذه الصلاه قبلها بانك تتجهز بلباسك و... وب قلة الطعام يعني نحن كثير منا ياكل المغرب ياكل ياكل حتى الشبع ثم دجال التراويح الا ثقيل وما هو يستطيع ان يصلي وين وين الخشوع وانما ان اكل وسط وكمل بعد صلاه التراويح كان اولى واحسن حتى يبقى عنده خشوع ولا يتضجر من ملء بطنه ولا يحتاج ان يذهب الى الخلاء كل شوي فانما يقلل من الطعام وياتي مبكرا الى المسجد يقرا قران يكون في الصفوف الاولى ايضا يبحث عن المساجد اللي عندها قراء اصواتهم جميله تسبب خشوع لك، يعني مسجدي مثلا في قارئ صوته غير جميل مثلا. لا باس اني اذهب الى مسجد اعرف انه فيه ما قارئ. ما في اشكاليه لا. اني اذهب واتتبع الائمه الاصوات الجميله. لا باس، خاصه ان كان لقصد الخشوع. نعم. لا لقصد فقط اني اريد ان اتتبع هذه الاصوات الجميله لاجل اني انتقي نوع من ان شيخ معروف مثلا. او مثلا صوت معروف مهم. فقط. ليس هدفي أني والله أخشع وأن أحس بإيمانيات هذا لا هذا يكره أنك تذهب عن مسجدك مسجد حيك وتذهب إلى مسجد آخر إلا مثل ما تفضلت إذا أردت أنك تزيد خشوعك فتذهب إلى أصحاب الأصوات الجميلة وتصلي خلفهم أيضا الخشوع أبو عبد الله يعني في أشياء ممكن تساعدني يعني من غير طبعا غير اللي ذكرناهم في الخشوع يعني قلت لك يعني التبكير مثلا مثل ما ذكرت انت ايضا مثلا التبكير قلت لك قله الطعام الصوت الجميل كذلك انت قراءتك للقران يعني قبل ان تذهب تكون والله قارئ قران مثلا داعي لله عز وجل تكون والله متجهز بثيابك ومتعطر كل هذه الامور يعني تهيئ نفسك الى قبول هذه العباده تستشعر انك انت بين يدي الله امام عز وجل صحيح. تستشعر انك انت الان ما تفوت ولا يوم من ايام التراويح لانك كل يوم راح انت باذن الله تعالى في نهايه الشهر سيغفر لك جميع ذنوبك فهذا شيء طيب وبعدين كما جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينصرف لان تجد بعض الناس صلي اربع ركعات ويمشي يمشي صح لا صلى لما ينتهي الامام شنو الفضل؟ قالوا ايضا من صلى مع الامام حتى ينصرف غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم او جاء في الحديث قال, قال كتبت له قيام ليله. الله يعني نعم. كتبت له قيام ليله، من صلى مع الامام حتى ينصرف, ينصرف، كتب له قيام ليله، من يستطيع انك تصلي من صلاه بعد صلاه العشاء صلاه الليل الى اذان الفجر؟ من يستطيع؟ ثمان ساعات تسع ساعات يصلي ثمان ساعات هل يستطيع احد ان يصلي هذه الصلاه ثمان ساعات تسع ساعات ما يستطيع صعب نعم. صلها الساعه صلها الساعه الواحده خلف الامام حتى يسلم الله كتب الله. لك قيام, قيام ليله جزاك الله خير شيخ فالح رتبان وعبد الله استسمعك ناخذ هذا الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم من جديد أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الشيخ فالح ارتبان الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حياك الله يا عبد الله الله خير تحدثنا عن صلاة التراويح وأخذنا يمكن الإخلاص والاجتهاد و... لكن يعني لماذا اختلف العلماء في عددها؟ نود أن نعرف عدد صلاة التراويح نعم العدد اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها قيل 11 ركعه كما نفعل الان في مساجدنا في الغالب 11 ركعه وجاء عن بعض اهل العلم انها 13 ركعه المهم انها تنتهي على وتر يعني مو شفع يعني مو 12 مو 14 مو 16 وانما تنتهي على وتر يعني توترها بعدد وتري لا عدد زوجي ولذلك سواء صليتها 11 او صليت 13 يقولون هذا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعني ذلك ان اذا زدت انك خالفت او انك مثلا ما فعلت السنه. وانما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وقته وفي زمانه جمع الناس على 20 ركعه. على 20 ركعه، وهذا ايضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استفاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى. فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر بركعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني أنت تبي تصلي من بعد العشاء صلى ركعتين وسلم, ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم مفتوح إذا خفت الفجر صل أوتر ركعة أو ثلاث كيف إذا خفت الفجر قرب يعني وقت الفجر أي يعني لأن إذا أذن الفجر خلاص ما في صلاة الليل أوه. الآن صلاة الفجر ما في صلاة الليل لأن يعني لأن وقت صلاة الليل متى يبدأ من بعد صلاة العشاء صحيح ومتى ينتهي؟ قبل وقت صلاة الفجر صحيح. أذن الفجر خلاص انتهى صلاة الليل ما في صلاة الليل صحيح ولذلك اللي يقوم مثلا قبل صلاة الفجر بساعة يقول والله أنا أريد أن أصلي صلاة الليل وأفضل وقت متى شيخ معروف أنه وقت السحر الذي هو قبل, قبل الفجر. أذان الفجر صحيح فيقوم قبل أذان الفجر بساعة يصلي فيقوم يصلي ركعتين ويسلم صلي ركعتين ويسلم صلي ركعتين ويسلم أذن الفجر صلاة طويله يقرا يعني بصور طوال نعم فنقول يلا اوتر الحين بياذن ترى باقي دقيقه انت صليت ست اوتر فيوتر فتكون لكم ركعه سبعه سبعه نعم وهكذا فكله ان شاء الله من السنه ان الانسان زاد عن 11 ركعه لكن عمر ذكرت عمر صلى 20 اي نعم عمر صلى 20 والحين الحرمين الحرمين الحرم المكي والمدني المدينه ومكه يصلون 23 يصلون 20 ركعه زوجية 30. هذه اللي هو الشب صحيح. ويوترون ثلاثه فالامر ان شاء الله جائز لا بس وان كان السنة النبي صلى الله عليه وسلم او او فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعه او 13 ركعه هذه هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك لابد ان نعرف ايضا السنه مو بس بالركعات السنه حتى في القراءه ان القراءه تكون مناسبه لل للركعات يعني مو معقوله واحد يصلي 11 ركعه في نص ساعه او ربع ساعه يقرا ايه ايه ويركع، ايتين ويركع، ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا ايه وايتين ويركع. ولذلك اذا قصرت الركعات اطل القراءه كما يقول اهل العلم، واذا اطلت الركعات خليتها 23 20 مثل الحرم قصر القراءه، اجعلها نص وجه مثلا. فخير حتى حتى تكون في يعني نسبه تناسب بين القراءه وبين عدد الركعات هذا في المنزل لل... هذا هذا حتى في المسجد المسجد يعني مو مو راجع للامر يعني انا مع الامام اي نعم انا اقول لك هذا الكلام بشكل... للامام للامام أي يعني الامام اللي يصلي في المصلين ينتبه لهذا الامر أوه. مو والله عشان اراعي المصلين ابكثر عدد المصلين أبى اصلي فيهم صلاه سريعه أبى اخلص نص ساعه ربع ساعه واطلعهم لا انت تتبع فيهم السنه انت تريد الاجر وهذا شهر واحد 29 يوم او 30 يوم ومنتهي. نعم. والمراه في المنزل؟ كذلك المراه يجوز نفس الكلام عن... اللي ذكرناه. نفس هو... الكلام وتقدر تروح المسجد تصلي مع الجماعه في مصلى النساء وتقدر تصلي في بيتها وصلاتها في بيتها اكبر اجر لها أفضل. من المسجد. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المراه في بيتها اجرها اكبر او كما قال صلى الله عليه وسلم وكلما كانت في في حجره لا يراها احد كلما كان اجرها اكبر. جزاك الله ايضا هناك ادعيه يعني كثيره في هذه الايام الطيبه المباركه اكيد يا ريت نذكر المشاهدين في الادعيه الماثوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم والله هو ثبت خاصه في القنوت في قنوت رمضان ان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا أقول في قنوتي أو في دعاء القنوت فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يسير كلنا نسمعه كلنا نحفظه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما غضيت فإنك تقضي ولا يُغْضَى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يدل من واليت تبارك ربنا, ربنا وتعالي نعم. هذا الحديث المأثور أن الإنسان يدعو به في صلاة القنوت هذا الحديث المشهور المعروف فقط لكن هل هناك أحاديث أخرى أو أدعية أخرى نعم أدعية كثيرة إنسان يدعو بما يشاء من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي وردت في القرآن كل هذا مفتوح لك الدعاء اللي ذكره الرسول عليه وسلم لعائشة اللهم أنك عفو أي هذا في العشر هذا في العشر الأواخر وأقدر أذكره يعني ما في بس اللهم في أنك عفو تحب العفو فعفو عني لما سألت عائشة قالت يا رسول الله في ليلة القدر إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول فقال قولي اللهم إني أنك عفو تحب العفو فعفو عني فيجوز الإنسان يدعو في الدعاء القنوت وفي كذلك في آخر أيام العشر الأواخر من رمضان يذكر في الدعاء أيضا من الأدعية التي يجب أن يهتم فيها المسلم أن يذكر الغائبين إذا كان والدين إذا نعم. كان أخ إذا كان صديق في هذه الأيام المباركة نعم. الدعاء يصل لهم بعد طبعا دلوقتي. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منه الدعاء أو قال او ولد صالح يدعو, يدعو له, له. لذلك من ارجى الاعمال التي تصل الى الغائبين وخاصه الاموات هو الدعاء لو جاك واحد قال لك شنو افضل شيء حق الاموات هل نتصدق لهم ولا والله مثلا اسوي لهم عمره او اسوي لهم مثلا مشروع خيري قل له الدعاء الله اكبر الدعاء شوف هذا العمل اليسير السهل اللي انت في بيتك اللي انت في غرفتك في سيارتك في وظيفتك ترفع يدينك تدعو للإنسان اللي, اللي تحبه كان والداً أو كان أماً أو أخاً أو صديقاً هذا أعظم شيء حتى قال الشيخ ابن عثيمين قال الدعاء الدعاء للميت ها خير من أن تذبح له عشر من الإبل الله أكبر يقول وتجيب عشر نوق تذبحهم وتصدق فيهم عن الميت ولا ترفع يدينك وتدعي له قال الدعاء أفضل الله أكبر وهذا نحن يعني غافلين عنه أيضاً المواظبة على القنوت يعني مهم جدا في هذه الايام المباركه آه. واجب به والله اهل العلم قالوا لا القنوت عموما اللي هو الدعاء في الركعه الاخيره آه بعد أن نقرا قل هو الله واحد الله الصمد ثم نركع ثم نرفع هل هو واجب على الامام وعلى المصلي في رمضان وغيره لا ليس بواجب انما هو سنه بل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا من احيانه ما يقنت ما يدعو إنما على طول ينزل للسجود ويسلم ولذلك على المصلي في بيته أو على الإمام أن يبين لهم هذه السنة لأن حين بعض المساجد لو ما دعا الإمام وسلم على طول من الركعة الأخيرة أوه. شيخ ليش ما دعيت ما حرام عليك شيخ احنا نصلي وراك جاي عشان نأمن على الدعاء فنقول له صح جزاك الله خير الدعاء طيب لكن السنة أن تترك أحيانا وتفعل أحيانا وليس هي واجبة إنما هي سنة وبعضهم يظن إن إن, إن الصلاة فيها خلل شيخ وإن كان ما دعيت الدعاء حتى لو قصر الدعاء إيه تمام هذا هو, هو هذا هو السنة حسن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء الدعاء اللي ذكرناه قبل قليل أربع أسطر ولذلك بعض الأئمة أن يدعو نص ساعة صحيح ما يصير الصلاة كلها نص ساعة وتدعي نص ساعة صحيح ما يصير إنما الصلاة نص ساعة إذا الدعاء خمس دقائق يقول لك شيخ يقول لك من هذا من باب الالحاح يعني انا الح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء هذا ماشي. اللي أجل الله يقبل مني اكيد ماشي بس انت عندك 30 يوم ادعو وزع دعائك على 30 يوم مو معقوله حتى ان بعض المصلين يتاذى يعني يوقف ترى الوقفه غير لما تكون واقف صحيح. تدعو نص ساعه غير انك تركع وترفع وتسجد هذا اريح لجسمك صح. لذلك لا تشق على المسلمين يعني وين وي نعم الدعاء مطلوب لكن مع ذلك اتبع السنة فهي خير سبيل إلى الفلاح بعض المشايخ أبو الله تكون قراءته سريعة يعني بيحاول ممكن يقول أن في ناس عندها أشغال واللي عنده مثلا يتعب ولا وبعض الناس يتتبع الإمام اللي صلاته خفيفة وسريعة وبعضهم لا يدور الإمام اللي صلاته طويلة أيه. فبدنا نعرف صحيح. الفرق بينهم ومن هم الصح هذه والله مشاهد يعني يعني اذا كان في ناس عندهم اعمال بعد صلاه التراويح مثل السوق مثلا بالضبط او مثلا وظيفه ويريد ان يصلي مع الامام ولا يريد ان يترك هذه الصلاه فنقول لا بس نذهب الى مسجد يصلي صلاه يعني معقوله نوعا ما نص ساعه ساعه الا يعني معقوله نوعا ما لا ان تذهب الى مسجد وانت ما عندك شيء تروح الدونية الحين بعد الصلاه بروح الدونية وبقعد و... والحلا اسمه وال... الفطاير وهذا ما عندي شغل فاروح ادور المسجد ابو عشر دقائق ولا ابو عشرين دقيقه ليش؟ قال والله يا معود نبي نخلص بس وهذا للاسف تجد تشوف المساجد اللي يسالون هاي الربع المسجد اللي بالمنطقه اللي خلص بسرعه اي واحد قال هذا تشوف عليه زحمه صحيح ما لأول اول من الله. تالي، والمسجد اللي يخلص متاخر امامه يشتكي يقول ما يصلون عندي الا سطر واحد. الله المستعان. احنا لا نريد الاطاله التي تشق بالمصلين. 45 يعني دقيقة يعني معقولة 45 دقيقة ساعة مع صلاة العشاء معقولة. لكن ان الصلاة كلها كاملة تراويح مع العشاء ربع ساعة 20 دقيقة مثل بعض الائمة يعني يصلي باية مو معقولة يعني مو صحيح هذا، الرحمن الله اكبر. مه. ما يصير علم القران الله اكبر والله في ناس هالشكل الله شيء عجيب يقول والله أنا ما قرات انا قرات هذه ايه قراتها يقول لا, لا بس هذا مو قراءه هذه هذا هذا خلاف السنه أوه. هذا اقرب لل... للعب مو اقرب للصلاه وبعدين هذا شهر الصلاه شهر الصيام شهر قراءه القران وين قرات فيني انت؟ قرات فيني ايه وركعت؟ كيف كانت السنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يطيل يطيل لا نستطيع ان نفعله نحن لكن كانت غالب فعله النبي كان يصلي لوحده واذا صلى مع احد من الصحابه ينقلون لنا هذه الصلاه الطويله كان يقرا في الركعه الواحده سوره البقره الله جزئين ونص يعني ساعه وزود ويقرا معها ايضا العمران مرات او النساء نصها حتى قال بعض الصحابه كنت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهممت بامر سوء قال ليش ايش بتسوي؟ قال بقيت انزل اجلس واتركه قائم يقرا ما قدرت يقول تعبت ما يعني قوه النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله لكن مع هذا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته اذا صليت في بيتك اطل ما شئت لكن اذا صليت بالمصلين توسط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اما بالمّ اذا اما احدكم فليخفف فان وراءه ذو الحاجه والمريض والكبير في السن ايضا السنة. نعم, نعم. آه، شيخ فالح ارتبان الامام الخطيب بوزاره الاوقاف نستسمع خلينا ناخذ هذا الفاصل نرجع شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم من جديد اهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الشيخ فالح ارتبان الامام والخطيب بوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه جديد لك تحيه ابو عبد الله حياك الله تكلمنا عن يعني سرعه القراء في شهر رمضان اكيد في صلاه التراويح لكن في نقطه مهمه جدا ابو عبد الله ودي نتطرق لها وجود الاطفال في صلاه التراويح يعني انا ما عارف ليش يجيبون الاطفال الصغار اول شيء ازعاج فانا ودي انت انت تشرح لهم اكثر العمر المفروض والاشياء المفروضه اللي اللي ما تشوش على المصلين نعم صدق جزاك الله خير والله هو في ناحيه ايجابيه وفي ناحيه سلبيه الناحيه الايجابيه ان مثل هؤلاء الاولاد الاتيان بهم للتعليم والاتيان بهم لانهم يصلون ويعرفون هذه الصلاه شيء طيب وشيء يعني مقبول وشيء يعني يحث عليه. لكن مثل ما تفضلت اي سن يؤتى به هذا الطفل؟ مو معقول اجيب ابو ثلاث أو, او اربعه او خمس او ست وهو ما حتى ما وصل الى سن التمييز وانما ابو سن التمييز وصل ابو سبع سنوات وعرف منه انه والله اذا قلت له وقف يا يو حبيبي وقف يسمع الكلام نعم يعني يسمع واذا قلت له يبا ما في سوالف مع العيال ما في ركض وراء ما في لعب بالماي ما في تشويش على مصلين انا اعرف من ولدي انه ما شاء الله عليه اخذه معي لكن لا والله اعرف ولدي ان ولدي ما يقعد حتى وان لم يكمل سبع حتى لو وصل عشره لكن ما يت... ما يقعد موذي ويتحرك يمين ويتحرك يسار ويمكن حتى يوصل للامام بميكروفونه هذا ما اخذه معي والله بعلمه لا علمه بالبيت اما تجيب المسجد وقت صلاه التراويح والناس يريدون الخشوع يريدون يسمعون الامام يسمعون القران يبون الراحه مو معقول احنا نصلي والعيال كلهم ورا اللي يسولف اللي يلعب بالكراسي ها اللي يلعب بالماء اللي صايح اللي عند الابواب هذا لا شك انه قد يصل به ان يؤذي المصلين بل قد يصل به ان المصلين يدعون عليه صحيح وان قد قد الامام يدعي عليه ايضا يمكن بالقنوت بدل ما يدعي للمص للمصلين والمسلمين يدعو على هؤلاء الذين يؤذون المصلين لا حول ولا قوه فيصيب اذى والمصيبه الاكبر عند النساء هذا لاحظ دائما يعني اكثر شيء النساء هم اللي يشتكون اي يعني نعم لان احنا لا في البيت دائما يقولون يعني ازعجونا هذا فلذلك يعني حتى يقول ان الام او يقولون ان الام ما تمسك ولدها هذا. يعني هدته بروحه يركض رايح بالممر رايح, آه رايح هذا الكلام يعني الاشكاليه الكبيره هذه يعني يقول لك بعضهم والله انا ما عندي خدامه في البيت نقول ليش خلاص انت ما عندك خدام قعدي في البيت صلاتك اولى في البيت صلي في البيت لا تؤذين المصليات تؤذين نفسك وتؤذين اولادك ان احد يؤذيهم او يدي عليهم وهذا شهر مستجاب الدعاء يدي احد على الولد او يدي عليك ليش؟ فاتركي الولد في البيت وانت صلي في البيت ولا خلي عند احد اخواته او احد يعني احد في البيت يجلس وانت يذهبي بدونه ولذلك بعضهم للاسف بل ياتي باطفال رضع هذه مصيبه نحو يعني اطفال رضع عشان والله ما عندي احد ما عندي هذه خطا خطا كبير جدا يجب على الامام ان ينبه في الميكروفون وكذلك المشرف في المسجد او عند المصلى النساء انها تنبه الاخوات أن هذا العمل خطأ وأن هذا العمل قد يؤثر في في عبادتكم وفي صلاتكم فإن شاء الله مع التوجيه إن شاء الله يكون هناك يعني آذان صافي. والله إمامنا يعني تعب كل صلاة في رمضان نفس الموال نفس الكلام ينعاد في كل يوم. فلذلك يعني ليش ما نحط بعض القوانين يعني يعني ممنوع دخول أطفال مثلاً؟ إي ممكن له له الحق الإمام هو أمير أمير المسجد هو المسؤول الأول. فيمسك ابوه، ابو الولد يعرف الولد هذا وابوه، يمسكه ويكلمه وبدون ان يفضحه او يجرحه امام الناس، ويقول له يا ابو فلان رجاء ولدك هذا ما يدخل المسجد، المره كلمناك المره الجايه ممكن احنا والله يصير احراج وكذا، م. فانت يعني بهذا الطريقه الاسلوب والذوق ان شاء الله باذن الله تعالى يكون هناك يعني استجابه. لكن احنا مثل ما ذكرت احنا وجهنا رساله الى الشخص الذي يعلم بان ولد فيه شويه يعني حركه زايده نوعا ما لكن اذا كنت تعلم بان ولدك يعني هادي اخذ معك أكيد. في هذه الايام المباركه نعم. يعني رسخ في قيم جميله قيم صلاه الجماعه اكيد وتعلم من من يعني على صلاه الليل على طول القيام سمع القرآن تحببه بالصلاة نعم أيضا هناك أشياء نقولها في صلاة الوتر نعم. من أدعية وأذكار ماذا نقول أبو عبد الله نعم أنا فضلت قبل قليل يعني دعاء الحسن رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإنسان يدعو للمؤمنين والمؤمنات يعني يعني خاصة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه الله اكبر شيء عظيم الله اكبر شيء عظيم يعني تخيل كم عدد المسلمين مليارين كل ما قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات حتى الاموات لك بهم حسنة كل واحد لك حسنه فهذا امر عظيم وكما ذكرنا ايضا ان يتخير من الادعيه إذا أحد دعا آسف مقاطعة، إذا حد دعا يعني وهو لا يعرفني أبو عبد الله إيه؟ تصلني يعني يصلني من دعاء أكيد شيء؟ أكيد ما دام دعا للمؤمنين والمؤمنات وأنت يشملك هذا الدعاء فإن هذا الدعاء بالمغفرة لك تصل لك بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب دون أن يعلم أن دعيت له ان الملك على راسه يقول له امين ولك بالمثل الله أكبر يعني ملك يؤمن تخيل ملك يقول لك يا رب استجب له استجب لبدر هذا الدعاء الله أكبر ولك بالمثل يدعو لك الملك يقول لك يا رب وله بمثل ما دعا لي أخي ولذلك فضل عظيم يعني انت تقول والله انا معود بدي حق نفسي انا اولى نقول لك انت ادعو لاخوانك وادعو للمسلمين الدعاء اللي تدعو له لهم راح يرجع لك والملك يامن عليه ايش تبي بعد؟ اي والله خلاص خلي دعائي كله للمسلمين ما دام رادلي لي وملك يقول امين الله فهذا نعمه وبركه ولذلك الانسان ايضا ادعيه القران ادعيه السنه وينتبه من ال... ال... الاعتداء في الدعاء شنو الاعتداء في الدعاء؟ هل في اعتداء في الدعاء؟ نعم يعني الانسان يعتدي اعتداء بمعنى بمعنى انه يتجاوز الحد أه. يعني يقول مثلا يا رب اللهم اجعلني نبيا شنو جعلني نبي؟ ما في النبوه انتهت خلصت. مو معقوله تدعو انك تكون نبي او يا رب اللهم اجعلني ممن يعمر الف سنه، ما يصير. وين توصل الف سنه؟ كله عمر عمر الناس الطبيعي المعروف ما بين 70 الى 80 90 100 120 يلا هذا معمر. تقول يا رب عمرني الف سنه هذا هذا انت قاعد تدعو بدعاء يتادب بالدعاء طبعا لابد ان الدعاء له اداب مثل ما تفضلت جزاك الله خير. يعني يبدا بالثناء على الله يسال الله باسماء الحسنى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم <applause> يستغفر من ذنوبه حتى يعني تهيئ نفسك وتقف بين يدي الله وانت يعني خالي من الذنوب مثل انت بينك وبين انسان زعل ولله المثل الاعلى وقلنا لك روح يا بدر حق الرجال هذا واطلب منه الحاجه الفلانيه كل معود صدق انا شويه صح شلون اروح له؟ نقول له لا خلاص اتادب بالاداب اللي راح يقضي حاجتك، شلون؟ اروح اقول له انا حقك علي سامحني صحيح. واخر مره وصدقني ما اعودها واذا قلت له عطني صدقني هذا انسان اذا طيب وان العفو عند كرام الناس مقبول صحيح سيقبل منك العفو ويستجيب لك ولله المثل الاعلى اكرم الاكرمين صاحب العفو صاحب المغفره صاحب الرحمة العظيمة لو استغفرت وتبت إليه ولو كنت عندك ذنوب كالبحر فإن الله عز وجل يستجيب لك فتستغفر ثم تدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة من أمور الدنيا اللهم نجحني في وظيفتي اللهم رقني اجعلني مديرا اللهم زوجني اللهم اجعلني أخذ السيارة الفلانية حتى أمور الدنيا واحد يفكر بس يعني يقصد أنا بس أدعي بالآخرة الجنة بعد عن النار لا حتى أمور الدنيا اللهم ارزقني مزرعة زغني شاليه، ما فيها شيء، هذه من الادعيه اذا كانت من امور الدنيا المباحه فالانسان يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخره، ثم في النهايه يختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ابو عبد الله اكيد في توجيهات ويعني رسائل ودك توجهها يعني للمصلين سواء كان رجال او أه. نساء، وطبعا راح المصلين بشكل عام يعني معاهم الامام. نعم. طبعا الرساله اذا كانت للامام نقول حافظ على مسجدك حافظ على خشوع مسجدك اعطى دروس للمصلين هذا يوم واشهر فاضله الناس تجتمع والناس تاتيك دون دعوه فانت استغلهم في دعوتهم في توجيههم في نصحهم لعل هؤلاء الناس اللي دخلوا أنهم بإذن الله بعد رمضان ما يخرجوا بل سيأتون إلى المسجد بعد ما أنت نصحتهم ووجهتهم وكنت رحيم بهم مشفق عليهم تحب لهم الخير رسالة للمصلين رجال ونساء أن يحافظوا على الصلاة في المسجد جماعة خمس فروض مو نشوفهم صلاة الفجر وصلاة الظهر ما نشوفهم ما نشوفهم والله في الصلوات الخمس والتراويح عشان أنها سنة والله أنا ما راح أصلي تراويح او والله انا لن اداوم على الصلاه تراويحه بس اول عشر ايام بعدين تشوف المساجد اول عشر ايام في رمضان التراويح مسجد متروس فل مهو. وبعدين اخر عشر الوسطى الا ما في احد صحيح. بعدين يجونك في العشر الاخرى في الاخيره شوي شوي يزيدون بعدين يجونك ليله 27 مسجد متروس ليله 27 28 29 ما في احد ما في احد ليش بسوق. خلص راحت ليله الغدر وبالسوق كلهم وكلهم بالسوق حق العيد الله المستعان الله يعين وايضا يمكن بعض الائمه يأخذ استراحه بين الركعات ويذكر خطبه يذكر خاطره نعم هذه يعني يعني مباحه يعني او تجمل المكان اكثر نعم والله هي يعني بعض اهل العلم ذكر ان الوارد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ياخذ راحه دون ان يلقي موعظه خاطرة. خاطره انما كل ركعتين يستريح الانسان بمقدار دقيقه او دقيقتين والاربع ركعات الوسطى الراحه اطول الذي يريد ان يذهب للخلاء الذي يريد ان يشرب ماء الذي يريد ان يريح يلين خاصه كبار السن عظامه وكذا فله ذلك لكن ان يداوم على موعظه كل بين اربع ركعات موعظه موعظه هذا لم يرد من السنه لم يرد على السنة لا سنة. لم يرد عن السنه ولكن لو فعلها احيانا سواها كل اربع ايام كل خمسة ايام مره فلا حرج لكن ان يداوم على كل يوم كل اربع ركعات بينهم موعظه لا وانما الموعظه يخليها بعد انتهاء التراويح او بعد صلاه العصر او بعد صلاه الفجر ينوع بعض المساجد يداوم على الموضوع هذا يعني والله ينبه الامام ينبه الامام ويخبر ويخبر بان هناك اهل العلم افتوا بانها ليس من السنه ولم يرد عن الصحابه ولا عن السلف انهم كانوا بين الاربع ركعات يسوي محاضره او خاطره وانما فقط يرتاح وبعض الناس يعني سيطيل عليهم يعني نعم قد بعض الاحيان في العشر الاواخر نقول يعني يعني قد يحتاج إنسان لانه قاعد لكن في بعض الصلوات اللي بعد صلاه العشاء الانسان بيطلع فانت لو اعطيته محاضره عشر دقائق اطلت في 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 وقته في المسجد واطلت عليه في 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 يعني جلوسه فقد يتضجر بعض المصلين وانما من وقت لاخر واحيانا واحيانا لا باس ان شاء الله. جميل. ابو عبد الله وصلنا الى الختام هل من كلمه اخيره تحب توجهها للساده المشاهدين في هذه الايام المباركه اكيد احنا ذكرنا كثير من المواضيع المهمه في صلاه التراويح. نعم جزاك نعم. الله خير. والله ان كان من كلمه اخيره فانصح نفسي واخواني المشاهدين والمشاهدات بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع الزور والعمل به ليس لله حاجة في صيامه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة في تركه الطعام والشراب نعم. ولذلك أنت كما تحفظ نفسك عن أكل الماء وشرب الماء وأكل الطعام احفظ نفسك أيضا من الكذب من الشتيمة من الكلام البذيء وقول الزور ومثل هذه الأمور يعني احفظ جوارحك كلها ليست فقط تحفظ البطن وإنما احفظ البطن وما وعى واحفظ العين واحفظ السمع واحفظ الجوارح حتى يكون هذا الشهر شهر تخرج منه بإذن الله تعالى مطهر منقى بكل جوارحك حتى تستمر بعد هذا بعد هذا الشهر الكريم مستمر على هذا المنوال في طاعة الله سبحانه وتعالى. صلى الله يتقبل منا صالح الأعمال كل الشكر للشيخ فالح رتيبان وعبد الله شرفتنا وسعدتنا اليوم. الله يجزاك اليوم. الى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم باذن الله تعالى في حلقات اخرى متجدده الى ذلك الحين كونوا بخير في امان الله